نبقى سالي اكيد بعالم الفن ونتعلم على سحر الشر. المجموعه يلي اطلقتها مصممه الاكسسوارات سميه مارديني، خلونا نتعرف عليها مع بعض. يسعد صباحك سميه، صباح واهلا وسهلا فيك. صباحكم، كيفكم؟ تمام، كيفك سميه؟ تمام، اشتقت لكم. اشتقنا لك وأنا كمان. يعني كنا مع الفن من حماه، دائما نحن كسوريين رغم الظروف الصعبه اللي نحن عم نعيشها ولكن منضل مبدعين. أكيد دائما منضل وحنضل مبدعين. عم نشوف اليوم شغلات جديدة ولكن بطابع شرقي يلي هو بمثلنا نحن الشرق نعتبر، وأي اكسسوار للصبية بتحطه مميز، حتى الأجانب هن بيقولوا إنه شو هالقطعة لفتتني فهي بتكون شرقية. أكيد، احكي لنا شوي. هلا السحر الشرق، أنا يعني بحب كثير القطع الشرقية، هيك تسرقني يعني. القطع الشرقية لها طابع خاص، انه انت كيف ما حطيتيها وكيف ما لبستيها وشو ما عملتي فيها حلوة. سحر الشرق او فينا نحكي عن القطع الشرقية، هي كتير بتعتمد على الحجار. كل شيء قديم، كل شيء معتق، او مثلا قريب من الفضة، بس هو اكسسوار. تمام. سمية، بشو بيتميز سحر الشرق؟ ومثل ما هاد هذا الخاتم انت عاملتي وانت مصممتي، خلينا اكيد نحكي عليه، بشو بيتميز انت برايك؟ هلا دائما كخاتم اذا بدنا نحكي عن الشغلات الشرقيه، دائما لها حجر كبير، هيك بتلاقي حجم كبير او اخذ لون الازرق، يعني تمام. مثل خواتم هدول. هلا هذا حجر شو اللي هون؟ هلا هو حجر صناعي، انا ما حجر بشتغل صناعي. بالحجر الطبيعي. تمام. حتى يقدر اي حدا يشتري. صحيح. تمام. يعني هلا اذا بدنا نشتغل بحجر طبيعي معناتها في كثير اشخاص ما حتقدر تقتني هيك قطعه، بس بنحاول انه نعطيه طابع يعني طبيعي. هلا بتطلعي بالحجر بتلاقيه انه بيشبه شيء، بيشبه حجر طبيعي. تمام. وحتى بقلبه هي القصص الموجوده فيها. تمام. مثل هيك مثلا هات فيروز، يعني بتلاقيه كثير قريب لحجر الفيروز. صحيح. تمام. بس عندي مثلا هلا عندك اللي الزرق يلي مع الذهبي، هدول فيروز. هدول فيروز. هذا فيروز. تمام. هلا كيف انت جمعتي الفيروز؟ شو خطر لك الفيروز مع الفيروز؟ تمام. انا عن جد انا الدمشقيين عنا عشق مع الفيروز، ما بعرف ليش يعني. والعقيق حلو. والعقيق حلو. تمام. هلا شفتي في عنا عقيق. هلا هذا نوع من العقيق، طبعا انا هذا كله صناعي ما له طبيعي. تمام. يعني نحن عم نشتغل على حجر صناعي، رغم هيك شوفي هو كثير بتقدر كل الصبايا تتمكن تشتري القطعة المناسبة لها. هلا هيك كثير بيشبه الحجر العقيق الطبيعي. اي واضح اللون الاصفر هو بمثل حجر العقيق تمام. على فكرة في كثير صبايا بتروح بتشوف شو حجرها وشو اللي بيمثلها او شو برجها. اي او شو على حسب برجها. صحيح. بيقولوا مثلا انا هداك نهار في حدا قال لي حطي عقيق ومسحيه بمية ورد، يعني دول الشغلات دائما الشرق بيحبوهم كمان. وقديمة بتحسيها وهيك بتحسي انه وبتحسينا نحن اخذينها مثلا من ستك او من امك، بتسمعي هاي القصص. صحيح. انه حطي حجارك تحت القمر بيشحنها او هيك قصص يعني. تمام. فدائما عندنا هي الفكره عن الشرق، خلينا نقول. تمام. هلا نحن حكينا انه اذا بده يجي، اذا اجى حدا اجنبي مثلا لعنا، عن جد دغري بيقتني حتى لو ما كانت قطعه اصليه، بس تلاقيه بياخذ قطعه شرقيه، يعني بيحبوا القطع الشرقيه. مميزه دائما. سميه، خلينا نحكي عن هذا التو، خلينا نحكي كمان كيف صممتي وكيف خطرت ببالك الفكره، وقديش هلا هو موضه، يعني موضه 2021 برايك؟ هلا هي الموضه هلا هي السنه الفيروز اكثر من الحجر الابيض، بس انا بحب الابيض، يعني هلا الابيض وين ما حطيتيه بيطلع حلو، يعني خاصه انه بنضيف له الذهبي، يعني عاطي طابع كثير حلو. هلا اذا لبستيه بيطلع على بلوزتك كثير عن جد، يعني بتحسيه انه لبيق، يعني هي قطعه لبيقه. صحيح. بتلبق وين ما كان. هلا مثلا عنا هيك قطعه هيك الصغيره، انا هدول كثير بحبهم، بذكروني هيك الشغلات القديمة. عن جد حلوين، رائعين. أنا كتير بحبه هذا المبدأ من يعني من الشغل، بستمتع فيه. ودارجة فيه ألوان يعني. ودارجة تماماً، وبتحسيها أنه وين ما لبستيها كمان بتلبق يعني. وهذا كتير حلو. هلأ هيك الألوان هاي طريقة السنسال كتير بحسها مميزة. هلأ هاي دارجة كتير هاي السنة. هاي موضة. يعني هلأ ما عادت دارجة هاي السنة السنسال السادة، دارجة هاي السنة السنسال يلي فيه هيك حجار. تمام. هلا سمية، خلينا نحكي على اقبال الصبايا، اكثر قطعه مميزه، اكثر قطعه عليها اقبال، شو هي الاطواء، الخواتم، اما اللحلاق، شو في عندك يعني الشيء عم تلاقي دائما مطلوب؟
شيء مطلوب دائما الاسوار الزرقاء. امت ما نزلت انا يعني على صفحتي تمام. بتلاقي دائما عندي لايكات كثير عليها. اي عن جد يعني مميزه. فينا نفكها نحن من فينا نفكها نعم من نشيلها من مخدتها. انا هي الاسواره يعني اشتغلتها اول شيء لإلي، فقد ما شافوها الصبايا على ايدي وحبوها لهيك رجعت اشتغلت منها. تمام عن جد هي جدا حلوه. هلا هي بتشبه الفضه كثير، يعني هي قطعه شبيهه الفضه بس هي اكسسوار. تمام بس حلوه كثير وقطعه مميزه عن جد. وخلينا نحكي على هي القطعه كمان. انا هي القطعه كثير بحبها، هاي الحجاره واللون المعتق يعني تلاقيها معتقه. كمان هي قطع حلوه بس هي لها الزويقه الخاصه فيها. تمام هي مو قطعه دائما كل البنات بتحبها، يعني هي مو قطعه كل الوقت، يعني هي كمان مو قطعه كل هلا الوقت. في مثلا تمام. هون ملاقيه هذا موضه كثير، يعني كل الصبايا عم بيحاولوا يكون عندهم هي القطعه دائما يحطوها بايدهم. هي لكل وقت، هي لكل وقت، هي لكل وقت يعني. وحتى هاي الغريبة أنا هاي كتير بحب القطعة الغريبة كمان هي لكل وقت. عليها حجر أزرق ولا أخضر؟ أزرق بس فيروزي هيك بتحسيه غامق، زمرد زنجاري يمكن بيقولوا له تقريبا هيك. كتير حلو. هلا شوفي حتى في عنا دمج بين الألوان مثل هيك تو دمج هاد بين الفضي فيروزي والذهبي. تمام حلو. هي بدها بنت يناسبها القطعه الكبيره، يعني هلا مثلا ناعمه ما بتحسيها فيها تلبس هذا الطوق، ما هيك سمر؟ اكيد بتحسي انه بياكل. وحتى هذا الطوق له وقت معين، بده وقت معين يعني ما فيها سبيه تلبسه بالصبح. بتلبسي ناعم؟ انا ناعم يعني انا ما بفضل هيك قطع مع انه هي حلوه بس ما بحب. انعم من هيك اذا جربتي قطعه انعم من هيك ممكن يعني تطلع معك حلوه. ممكن هي بدها جرأه على فكره، احيانا بدها القطع جرأه. حتى يعني هلا هيك اذا لبستي بيلبق لك. تمام حلو كثير. اي تمام يعني هي قطعه لبيئه للجميع. هلا سميه نحن حكينا على الاسعار، كيف ملاقيه اسعارك بالنسبه لهالوقت؟ كيف الصبايا متقبلين اسعارك ولا كيف الوضع؟ هلا قصه الاسعار انه نحن لسه هيك شوي عم نحاول نغلي تدريجيا ومو بايدنا الموضوع، يعني نرفع السعر بسبب انه المواد غاليه. يعني هلا كل شيء عم نرجع نشتغله من اول وجديد عم يرتفع عنا، فمشان هيك يعني بتحسينا انه تدريجيا، بس ما زال عندي القطعه يلي بتبلش من 500 ليره. تمام يعني لحد هلا لهلا يعني تمام يعني لهلا بيجوا لعندي صبايا انه عندي القطعه بتبلش من 500 ليره. تمام يعني كثير حلو هذا الحديث، وخاصه لانه الصبايا بيحبوا دائما يحطوا اكسسوار، وكيف اذا كان بسعر مقبول. بس هلا نحن لازم نحكي شوي صغيره انه قطعه ال 500 ليره كجوده هي ما نفس قطعه اللي انت بتاخذيها. لا اكيد هلا هي هيدا الشغله يمكن سمار نحن بنعرفها، ولكن احيانا بيقولوا ايه بدنا نلبس احسن من انه ما نلبس. مزبوط. وانا بقول لها البسيها بال 500 ليره وتهني فيها وخلص يعني. صحيح يعني بتلبسيها بتشبعي منها بحقها يعني. اكيد تمام. لقيتي شيء صبيه اجت لعندك سميه، اجت حكتك وقالت لك انا بدي هي القطعه، بدي هيك الالوان، ممكن تصممي لها اي شيء على ذوقها ولا انت بس من القطع الموجوده عندك؟ لا كثير بيجيني صبايا بيقولوا لي انه انا بدي تصميم خاص مثلا او بدي القطعه هي مثلا، فانا اذا بقدر ساويها وموجوده غراضه بالسوق وبنقدر نطلعها ايه اوكي بنساويها، وساوينا اكثر من قطعه هيك يعني. نعم. على ذوق الصبايا. نعم يعني سميه يطول الحديث معك، وحديثنا كثير حلو خاصه مع هالجمال، ولكن حيكون لنا وقفات ثانيه ان شاء الله هيك بنشوف شغلك متطور واحلى واجمل وباسعار مناسبه ان شاء الله. شكرا لك سميه، اكيد بنتمنى لك كل التوفيق، ودائما انت متميزه وقطعك دائما مميزه. شكرا لك. بس هلا انا حابه اذكر انه صفحتي على الفيسبوك، انا ولا مره صدف انه حكينا يعني، بس أكيد. انا صفحتي على الفيسبوك هلا اسمها طوق واسواره ورقم 2 قدامها. تمام. فيا ريت هلا نحن رح نقول للمشاهدين انه يتابعوا طبعا. صفحه سميه على الفيسبوك طوق واسواره رقم 2 اكيد، وان شاء الله يا رب هيك بيكون عندك متابعين كثار وزباين. الله يرزقك. تسلمي حبيبتي. ميت اهلا وسهلا.